إحصائيات عن استخدام السوشيال ميديا والألعاب للأولاد، هل نتوخى الحيطة والحذر وعدم تداول أو تنزيل أي تطبيقات أو ألعاب مشابهة أو تلك التي تطلب تحديد الموقع أو بيانات شخصية وتقوم باستخدام الكاميرا الموجودة بأجهزة الهواتف المتنقلة الذكية؟ معنا للحديث عن مراقبة الأولاد خلال العطلة الصيفية في الألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا معنا الدكتور عمران سالم، أستاذ مساعد قسم الشبكات وأمن المعلومات جامعة عمان الأهلية. أهلا بك دكتور. يعني بداية، يعني زي ما حكينا قبل، يعني شو المشكلة إذا لعبوا الأولاد بس؟ يعني وين المشاكل الفعلية اللي بيواجهها الأهل في مراقبة أولادهم بالألعاب الجديدة اللي عم تنزل هلأ على الشبكات التواصل الاجتماعي وعلى يعني الإنترنت بشكل عام؟ أنا ما عندي مشكلة أنهم يلعبوا، هي المشكلة وين تيجي؟ الأوقات اللي بيقضوها. قبل سنة أو سنتين بلشت بعمل إحصائية من خلال المحاضرات اللي بعملها للطلبة في المدارس. تقريبا جماعة عينة اللي جمعتهم، اللي عملت لهم محاضرات بتجاوز 6000 طالب وطالبة، 1470 عينة، تعتبر عينة عالية جدا. عملت لهم إحصائيات كم ساعة بتقضوا على السوشيال ميديا، على الموبايل، على السمارت فون بشكل عام، يعني سواء بلعب ولا بتحدث ولا على اليوتيوب مثلا. فتقريبا طبعا عملت الإحصائية على أكثر من فترة نعم. المدارس، فترة الامتحانات في الصيف تقريبا، حتى الويكند مختلف عند بعض الطلاب. المفاجأة أنه بالصيف تصل عدد الساعات لبعض الطلاب لعشر ساعات في اليوم، يعني من أول ما يصحى من النوم لحديث ما ينام هو ماسك الجهاز، ما في أي نشاط، العقل مدمر، الجسم خامل. تخيلي 3 أشهر ابنك بس وظيفته أنه يمسك الألعاب ويلعب. طب معلش عن إذنك، خلينا يعني نعتبر انه زمان مثلا بيجينا احنا ما كان هذا الموضوع، كنا نقعد على التلفزيون. طيب ما نفس الشيء التلفزيون، يعني كنا نقعد على التلفزيون ونحط افلام ونحط اشياء، وهذا كمان غلط، هذا كان غلط، لكن عمليه التفاعل مع التلفزيون مختلف تماما عن التفاعل مع الاجهزه الذكيه. اي نعم، غير يعني بيضل في على الاقل في مسافه بتحفظ النظر، بالإضافة أنه عملية الأفلام مختلف عن قضية الألعاب، التفاعل مع الألعاب مختلف. بالأفلام الواحد بحضر فيلم بتفاعل ممكن عاطفيا أحيانا، إذا فيلم أكشن ممكن يعني هيك يتشجع مثلا أو يصير جبان أو يخاف، إذا فيلم رعب. بالألعاب بتدمر الأعصاب، كثير من الألعاب بتخلي أعصاب الولد تالف، لذلك بتلاقي بعض الأولاد بعد اللعب بيعصب. إذا يعني هو الموضوع بس بالألعاب؟ يعني إذا ظل مثلا لا لا هذا جزء على الفيديوز أو على الأشياء، هذا جزء هذا جزء من المشكلة. المشكلة كبيرة جدا، إحنا إذا بدنا نغطيها حقيقة بدنا حلقات عنها. لكن أنا بدي أول شيء على الوقت. أنت تخيل خلال 10 ساعات إيش ممكن الولد يعمل على السوشيال ميديا؟ خلال 10 ساعات حيصير عنده خمول وكسل، حيتعرف ممكن على مجموعات مش كويسة بالإنترنت، الناس مبتزين، في ناس بدعوا إنهم أولاد وبصير يحكوا مع ابنك على أساس إنه ولد، بالأخير له هدف آخر، أهداف ممكن تكون غير أخلاقية، كبير بالعمر، أهداف لا أخلاقية. وممكن واحد تعرف على بنتك اللي عمره 15 سنة يكون هو شاب كبير وعامل بروفايل بنت وبيحكي معها عشان يوصل لمرحلة أخرى من العلاقة على سبيل المثال. هذا كله موجود، أنا كل الحالات هاي مرت علي. فلذلك اللي بيخلي الولد بالأخير يوقع في هاي المشاكل كثرة وجوده على السوشيال ميديا ومع عدم وجود رقابة. ما هذا هو، لو في رقابة، إذا أنت ما بتعرفي تدخل على بروفايل ابنك مثلا، أو على الأقل تكون صديقة عنده، إذا ابنك عنده صفحة على الأقل أعرف شو بيعمل أكتيفيتي. هو معي بالبيت حتى بدون ما أكون صديقة المفروض أكون يعني شايفة. بالضبط، وأنا هذا بأيد هذا الكلام. عملية الرقابة الآن نحكي شخصية الطفل ولازم يكون عنده حرية في أنه مثلا يكون مستقل وبتعلم لحاله. لا، أنا ما بدي الولد يوقع في مشكلة وبالأخير أصلح، لازم أكون عندي مؤشر أعرف. لذلك أنا كثير بحكي للأباء والأمهات، إذا حسيت ابنك بدأ ينطوي، يعني أنت حضرتك عندك أولاد، إذا حسيت ابنك بدأ يبعد عنك وبدأ بده يكون لحاله على سبيل المثال، هذا مؤشر خطير. مؤشر خطير جدا، حتى عملية النوم بتختلف عنده على فكرة، وبصير أحيانا بعض الأولاد بأخذوا موبايلاتهم على التخت وبسكر على حاله بالحرام. هذا أهم فقرة، أنه ممنوع لما الواحد ينام، ممنوع منعا باتا. حتى خبراء العلم النفسي الأطفال بتكلموا أنه غرفة النوم المقدسة ما تدخلوا فيها أجهزة إلكترونية، خلوها للنوم والراحة. الأجهزة هي بتدخل معنا صح، وبتزيد أرقنا صح، خاصة الأولاد. أنا بعض الحالات اللي مرت علي أنه الأولاد، وهي المدرسين حكوا لي إياها، أنه الولد ما بيركز بالصف. بنرجع للأب بحكي ابني بنام بدري، بتلاحظ بالأخير بس نحقق في الموضوع بتلاقي إن الولد بروح بدري، بروح على الساعة 8 على التخت، لكن حقيقة بنام الساعة 11 بالليل وهو على الجهاز. لا، وبعد 11 بالليل لما يكون استهلك 3-4 ساعات قبل النوم على الجهاز، عقله الباطن ما بيكون نايم، يعني بده كمان ساعتين ثلاث لما ينام.
فلذلك بروح الصبح المدرسة هو ما في تركيز أبدا. هذه الحالة مش مرة ومرتين وثلاثة مرت علي، أكثر من مرة، واضح؟ فقضية الوقت الطويل اللي بيقضيه الولد حقيقة مدمر لعقله، مدمر لصحته، مدمر لنشاطه الاجتماعي. وهذا التغير أنا متأكد كل أب وأم أكيد بيشعر فيه إذا ابنه صار فيه هذا الشيء. لذلك أنا بحكي للأباء والأمهات في هذا العصر التربية أصعب والله، بدهم يكونوا قريبين. أهالينا زمان ما كان عندنا مشكلة، إحنا كان تلفزيون أيام أيامنا، كان في زمان نشاطات أخرى الطفل بيمارسها، يعني ينزل على الحارة يروح يشوف مثلا قرايبه. هلأ يعني مع التطور ومع السرعة ومع الأهل دائما مثلا عندهم بيكون شغل، بيكون الأم بتشتغل والأب بيشتغل، فما بتلاقي عندهم وقت إنه مثلا يراقبوا أولادهم مثلا بالشارع أو بالحارة خلينا نحكي، فبضطروا إنه الطفل إنه يكون صحيح. الآن يعني يلجأ لهيك أمور. في بعض الدول الآن في إحصائيات إنه الأطفال عندهم نسبة السمنة أكثر من 60% من الأطفال، لأنهم قاعدين وبنفس الوقت الفاست فود اللي هو الأكل السريع هذا، بالإضافة إنه خمول بسبب الألعاب الإلكترونية، إنه جالس الولد 6-7 ساعات باليوم على الألعاب الإلكترونية. يعني غير الجانب النفسي في هناك جانب جسدي وصحي. بالضبط، هي كل الجوانب، حتى الجانب الاجتماعي، الولد بصير منطوي، حتى بصير منطوي جوا البيت. أنا كثير آباء وأمهات شكوا لي إنه ابني بطل يحكي معنا، بطلوا على الجهاز. أنا هذيك مرة كنت شاب بالتوجيهي، الأم بتشكي إنه الولد بضله 24 ساعة لحاله مسكر، وإذا واحد حاول يكسر خلوته لحاله بيعصب كتير. فحكيت للأب ضروري تعرف إيش بيعمل الولد، بكل كبير هذا توجيهي. قلت له حتى لو توجيهي بس على الأقل يكون قريب منه، يمكن عنده مشكلة عاطفية، يمكن واحدة حبته مثلا، حكت له أنا بحبك، وبالأخير يمكن يطلع شاب هذا مش بنت بضحك عليه، وممكن بنت برضه بالأخير. فبس انه يوصل في مراحل مبكره انه البنت او الشاب يكون في علاقات عاطفيه بالانترنت مثلا، هذا بضيع مستقبله. في اولاد حقيقه مستواهم الدراسي تراجع، العصبيه عندهم زادت كثير بسبب ادمانه على الالعاب الالكترونيه. انا ما عندي مشكله بالالعاب الالكترونيه، انا بحكي للناس اولادي بيلعبوا العاب الكترونيه، لكن بضبط الوقت. يعني ايش وبخلي الوقت الصحيح؟ الوقت اللي يعني اللي مو مؤشر خطر وبيكون والله لو احكي لك حتتفاجئ. قديش الوقت؟ اول شيء كاوقات، اوقات الصباح والمساء خطيره جدا، هي قبل النوم ولما يصحى من النوم. في اولاد اول ما يصحى من النوم خاصه بالعطله الصيفيه ببلش بالجهاز. هذا مؤشر خطير جدا، الولد لسه مخه يعني صافي، اروح احط فيه العاب بزيد الخمول عنده. قبل النوم بسبب له ازعاج في النوم، ما بيعرف ينام، بسموا الكواليتي اوف سليبنج بتقل، اللي هي جوده النوم. ما بتقل، بتلاقي الواحد بينام ممكن 5-6 ساعات 10 ساعات بس بصحى مصدع او كسول بسبب النشاط الهائل للعقل مع الجهاز الالكتروني، وتكلم عنه بعض الاطباء في هذا الموضوع. لذلك هاي الاوقات انا بعتبرها ممنوعه جدا عندي. في نص النهار اكثر خبراء ما بتكلم عن اكثر من ساعتين باليوم، ساعتين باليوم. يعني كل اليوم بس ساعتين؟ بس كل اليوم ساعتين. طب وغير الساعتين ايش يعملوا بالعطلة؟ والله مفروض انه في انشطة صيفية، الان كل المدارس اعلنت عن انشطة صيفية، انشطة حركية، صح. فيها كرة قدم، فيها تيكواندو، فيها سباحة، وفيها كل شيء. انا مشارك اولادي بنشاطين صباحي ومسائي، وبينهم لما يرجع البيت يكون طاقته استنزفت، ماشي بخليه يلعب لنص ساعة، ساعة ما عندي مشكلة. خلي الاهالي، لذلك انا حكيت قبل شوي التربية صعبة الايام هاي، بدها حقيقة بدها شوي جهد أكثر، خصوصا انه الاطفال يعني بشوف اصدقائه او بشوف مثلا قرايبه يقول لك هذا عنده ايباد، هذا عنده صحيح. تليفون صحيح. مثلا يعني اخر تليفون، اخر اصدار من التليفون، هذه مشكلة اخرى في المجتمع منتشرة. منتشرة، لذلك احنا ما بنقدر نحرمهم. يعني صعب انا اكون غير المجتمع كله واحرم اولادي كل الشغلات هذه، صح. مع ان انا ما بحبها وفعلا بحس انها بتاثر على الاولاد سلبا، لكن انا مضطر لانه عايش بمجتمع وفي زي ما تفضلت كل الناس عندها الشغلات هذه، حتى بطل انه فقير وغني ومستوى الاقتصادي عالي او مرتفع، كل الناس عندها اجهزه. وانا عندي احصائيه في كل مره بسال الناس اللي بعملهم محاضرات، كم واحد عنده عدد اجهزه الكترونيه في البيت اكثر من عدد افراد العائله؟ كل الناس بيحكون اكثر. انت احسبي كم عدد افراد عائلتك، واحسبي كم سمارت فون عندك وكم سمارت ديفايس بين ايباد وتاب وكمبيوتر وموبايل، حتلاقي انت بنفسك عدد الاجهزه هذه اكثر من عدد اولادك وبيت العائله. يمكن لقدام احنا نتشفر ونصير الكترونيين ما بتعرف، الله اعلم. يعني فلذلك انا ما بقدر احرم، لكن بقدر اضبط، ولازم الضبط يكون موجود. انا المكان اللي ما في قانون بيصير فوضى، هذا قانون عالمي، هذه سنه كونيه نحكي. انت الان بالاردن، انا بضرب مثال دائما، وقبل شيء كنت اتكلم في مكان اخر عن نفس الموضوع، تخيلي وزاره الداخليه بالاردن، هذا المثال يعني واقع جدا، حكوا للناس انه بكره التنين مثلا كل الإشارات الضوئية حنوقفها، والشرطة حنسحبهم من نعطيهم إجازة كل الشرطة.
الناس شو حيصير في البلد؟ أنا بسألك. بكسروا بعض وبدخلوا مع بعض. صح ولا لا؟ طبعاً وأزمة. إحنا ما بنعرف قيمة الإشارة وقيمة الشرطة الموجودين هدول إلا إذا راحوا يوم كامل بس عنا وشوف شو حيصير في البلد. صح. ناس كتير مش راح تروح على دواماتها وناس كتير حتصير عن مشاكل وناس كتير حتصير فوضى على الدورات وبالإشارات وكذا بس يوم واحد. نفس الشيء دور الأهل في البيت. فلذلك ما في قانون في البيت بيعمل فوضى كبيرة. لازم يكون في قانون من الأب والأم على نوعية الألعاب وبنفس الوقت على الأوقات اللي بلعب فيها الألعاب. لازم يكون في ضبط، لازم يكون في قوة سلطة. صح. الأب على الولد لازم يكون موجودة. صح. غير هيك أنا بحكي للأباء ممكن تفقدوا أولادكم. وعلى فكرة من المشاكل اللي الناس ما بتعرفها إنه الضياع اللي بيصير بسبب الأجهزة الإلكترونية بطيء. يعني مش الولد مسك الجهاز وبكرة صار عنده حالة إدمان، هو شوي على فكرة بأخذ معه فترة. حتى الهاكر صار يتبعوا هذا الموضوع في عملية اختراق الأنظمة وفي عملية الابتزاز الإلكتروني، إنه ما بيجوا للشخص وتاني يوم بيحكوا له شغلة، ولا شاب بيحكي مع بنته بيحكي له أنا حبيتك وبدي أتقدم لك. لا بأخذ معه وقت طويل 3-4 أشهر هو يخدع فيها ويمثل تمثيلية كبيرة جدا على 6-7 بنات ولا 10 بنات حتى يقنعها بالسيناريو اللي بده إياه. تقتنع؟ صح. ماشي. لأنه بالإنترنت أنت ما بتشوف المشاعر، أنت بتشوف النص. يعني الشخص اللي أمامك لما يعبر لك عن مشاعره مرات المشاعر بتبين بالوجه بشكل صح ولا لا؟ مزبوط. لما يكون مختفي وراء الفيسبوك انت ما بتعرف المشاعر، هو بكتب نص بنسخه لعشر بنات نفس النص بيجي بنسخه بعدين لكل البنات. صح. نفس بس كمشاعر. غير المراقبه برضه لازم يكون في دور يعني توعيه من الاهل انه والله هيك بالضبط لازم اوضح له مع بالزبط. والله في حدا بعرفه انا هيك صار معه او يعني دور المدارس. انا كثير بحكي من المدارس لها دور كبير جدا. اوريدي بدينا الحمد لله تقريبا يعني السنه الماضيه لحالها تقريبا اكثر من 10 مدارس زرتها. باقل مره كان في اكثر من 100-150 طالبه تحضر معي محاضرات عن وتوعويه عن اخطار السوشيال ميديا وكيف الهاكرز بيهكروا حساباتهم بيعملوا ابتزاز الكتروني وكيف الاستخدام الامن. لذلك انا بحكي انه لو عملنا حمله احنا في البلد مثلا عن طريق المدارس خلال سنه كامله انا بحكي التوعيه بتزيد. اكبر سلاح الان حقيقه في وجه الهاكرز ووجه الفاسدين في الانترنت التوعيه. الشاب اللي بيحاول يؤذي بنت مثلا او يؤذي طفل او ما شابه ذلك لما يشوف اللي امامه واعي بيسيبه بروح على ضحيه ثانيه لانه عدد الضحايا كتار. صح. عدد الناس المربوطين بالنت بالملايين. فاذا ما زبط مع واحد بروح على الثاني بيشوف الجاهل. اذا شاف الواحد عنده وعي بتركه بروح على واحد ثاني. هلا انت دكتور عم تحكي عن ناحيه معينه اللي هي السوشيال ميديا او يعني الاكونتات او الشيء اللي فيه تواصل. في تواصل هلا في اطفال لسه مثلا يعني زي اولادي انا صغار لسه. نعم. فممكن يعني يكونوا بس لسه على خلينا نحكي على الفيديوز على هذول بعد فتره حيدخلوا بالالعاب وحيحكوا مع ناس بالالعاب. هذا يعني لما يصير عمره 6-7 سنين 8 سنين حيدخل بالالعاب اللي هي الاونلاين جيمز. حيدخل بالالعاب ويسمع ناس بيحكوا معه وبكون باللعبه في شخصين او ثلاث اللي هم الكاركترز هذول اللي بالالعاب. كل واحد عباره عن شخص حقيقي ورا كمبيوتر وقاعد وبتكلموا مع بعض. يلا خلينا ندخل بالغرفه هذه، خلينا نروح على اليمين، خلينا ندخل على الشمال. وبصير يسمع مسبات مش كويسه احيانا، بصير يسمع شغلات وبقدر يتواصل معهم. بتواصلوا مع بعض وبتكلموا بيسمعوا كلام مش كويس. انا الالعاب هاي شفتها حتى يعني لما اسمع عن العاب بحكي لاولادي يلعبون هاي اللعبه خليني اشوفها العبها امامي علشان اشوف. انا ما بلوم الاولاد في العاب الجرافيكس تبعها عالي جدا وممتعه. انا ما بلوم الاولاد على فكره. وفي لها هلا كمان غير النواحي السلبيه في لها ايجابيات انها بتشغل يعني بالضبط في العاب بتشغل المخ والتركيز كمان اوقات بتقوي بالزبط. التركيز اذا كان يعني أنا زي ما حكيت بساعات محدده بساعات محدده يلعبها الولد. في العاب بفك فيها شفرات معينه بده يعمل خط معين له بده يكون عنده اتخاذ قرار سريع عشان ينجز المراحل. صح. اوكي ما في مشكلة. في ناس كثير تكلموا عن حسنات الألعاب الإلكترونية وتكلموا عن سيئاتها. إحنا المشكلة الأولاد عندنا بصير عندهم حالات إدمان وبطلوا يفكروا. صح. هم يلعبوا بطلوا يلعبوا بالطريقة اللي تفضلت فيها، بصير يلعب بالطريقة العشوائية بس عشان يأخذوا وقته. فبصير عنده حالة إدمان. قرأت إحدى الدول اللي عملت مركز علاج إدمان الإنترنت. صح. كأنها بريطانيا أكثر من دولة كثير في دول حتى بالجزائر قبل فترة إنه بريطانيا عملت إنه الإدمان على الإنترنت إنه له علاج وعادي ومرضى الآن منظمة الصحة العالمية أصدرت قبل كم يوم فقط بالفيرجن 11 من اللي هو الإصدار السنوي الشهري لإلهم بيطلعوا زي منشورات خاصة ببعض الأمراض. الآن عرفوا إنه الألعاب الإلكترونية إدمانها هو مرض نفسي يتطلب علاج. يعني بده جلسات علشان واحد يتعالج من إدمان الألعاب الإلكترونية. لأنه في ناس فعلا إذا سحبت منه الجهاز الإلكتروني بيصير عنده حالة عصبية مثلا وبيصير عنده هوس. وفي مرض كمان اللي هو عملية الإدمان على الألعاب بتخلي الواحد عنده هاجس دائما فوبيا. شفت الفوبيا؟ صح. فوبيا إنه
الجهاز يقطع مثلا، البطارية تخلص من الموبايل، انه الكهرباء تنقطع، الانترنت لو فصل تتوقف الانترنت تفصل النت، بصير مشكلة. هذا صارت حالة عصبية عند بعض الاولاد، صح. زي فوبيا عنده، بضله خايف، بده لو عنده خطين كهرباء بده يعملهم، لو عنده 10 بطاريات بده يحطهم جنب بعض. عشان بيش لو كان في نشاطات اخرى زي ما انت تفضلت طبعاً حضرتك، انه في نشاط اخر هو بيعرف الولد انه اذا فصل النت مثلا ممكن اروح اسبح، ممكن صحيح. اهلي ياخذوني مثلا على حديقه، ممكن العب فوتبول، لازم يكون في، لازم يكون يمكن فيه. ما عنده هاي الفوبيا، لو هو في مأمن صحيح. على حاله انه بده يتسلى بشيء ثاني ما راح يكون عنده هاي، يمكن الفوبيا. ما شعر في متعتها، ما شعر في متعه السباحه الحقيقيه وكره القدم، يروح يلعب ولا طائره ولا اي شيء. لازم الاهل ياخذوا الولد بصراحه على اماكن اخرى، خليه انديه التايكوندو موجوده، بفرس كل طاقته، بيجي متعب في البيت، ايش حيلعب له نص ساعه ساعه، خليه يلعب مش مشكله، بس بالاخير كل طاقته طلعت في التايكوندو او في كره القدم او بالسباحه او باي نشاط من النشاطات. الان في الصيف، الان كل المدارس اعلنت عن الانديه الصيفيه، خليهم يشتركوا. حرام انه الولد يكون يقضي كل وقته بس في الالعاب. حقيقه امراض الالعاب الالكترونيه هائله جدا جدا على المستوى صحيح. الاجتماعي والصحي والنفسي. تخيل الولد بعد 3 اشهر يرجع المدرسه، حيرجع كسول جدا جدا، ما بده يروح على المدرسه وخامل، صحيح وواضح، فحرام حرام طبعا. دكتور عمران سالم، يعني شكرا جزيلا لك، يعني اكيد معلومات استفدنا منها احنا كاهل، واكيد يعني كمان اذا في مراهقين بيحضروا او اطفال اكيد راح يستفيدوا منها. شكرا جزيلا لك. يا مرحبا. شكرا لك.